200 متر هي المسافة الفاصلة بين الجانب الحدودي السعودي واليمني من خلال منفذ الطوال الحدودي، حيث يتوافد رعايا الدول العربية والأجنبية وكذلك اليمنيون وسط إجراءات استثنائية لتسهيل عبوره. في مثل هذه الحالات الجمارك متمرسة ولها خبرة في إدارة الأزمات والمواسم، فيتم دعم الجمرك للتحسبا لأي زيادة في الدخول والخروج لتيسير وتسهيل دخول أشقائنا اليمنيين، سواء كانوا المقيمين الذين يتمتعون بإجازات وعادوا إلى عملهم، أو بالنسبة للراغبين في زيارة أهلهم في اليمن. كذلك تسهيل وتيسير دخول الرعايا الجاليات الراغبين في الدخول عبر منفذ الطوال للذهاب إلى بلدانهم. في صالة القدوم وجوه آمنة بعد خوف، وحديث باسم بعد قلق، وموظفون يعملون وسط إجراءات استثنائية لتسهيل مرور العابرين. وفي المعبر يقف مسؤول قنصليات عدد من الدول العربية والأجنبية ليشرفوا على وصول مواطنيهم. في واحد صديقي في صنعاء خرج عن طريق السفارة واداني رقم القنصل اللي موجود هنا، واتصلت بيه شخصيا، والصراحة كان مقابلته كويسة جدا، واتصال بيه كان يعني قال لي تعالى في أسرع وقت ممكن وما تقلقش في الطريق وكده، والحمد لله جينا وقابلنا والأمور كويسة جدا الصراحة بفضل الله. ما كناش متوقعين نبقى بالحمد لله بالتسهيل ده الحمد لله. بعد مشاركة السودان في عاصفة الحزب رشحت أشياء كثيرة جدا عن السودانيين، أنه يتعرضوا للمضايقة وأنهم يكونوا مستهدفين وإنهم حتى كان في أخبار فيه. لكن صراحة وحقيقة ما في يعني حتى حاجات بسيطة جدا، يعني حتى ما تتعدى المناوشات العادية. إجراءات جمرك منفذ الطوال تتم وفق أساليب تراعي منع دخول الأسلحة والمتفجرات والممنوعات بأنواعها إلى السعودية. المنافذ البرية هي عنوان لا يكذب لحالة الحدود سلما أو حربا، وهذا هو منفذ الطوال على الحدود السعودية اليمنية، وحاله يقول أن عاصفة الحزم ليست حربا سعودية يمنية، بل تحالف يسعى لمحاربة الميليشيات التي تنتشر داخل اليمن. بدر بيعان، سكاي نيوز عربية، من منفذ الطوال على الحدود السعودية اليمنية.